بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثاني من الكتاب 57، كتاب فرض الخمس. باب أداء الخمس من الدين. والخمس يعني من الغنائم، والخمس هذا لله ورسوله، يعني النبي يتصرف فيه كيف شاء، وقسمه النبي خمس له ولأهل بيته، ينفق على إيه؟ على زوجاته وعلى نفسه وعلى ربائبه القائم بتربيتهم. ثم بعد ذلك هذا خمس الخمس، ثم أربعة أخماس الخمس يعطيه لأولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وكذا، في تجيش الجيوش وفي إكرام الوفود التي كانت تأتي للمدينة صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل مسلم يجب عليه كل ما يغنم شيء يدي خمسه لله ورسوله على طول. باب أداء الخمس من الدين، أي من الدين يعني من أوامر الدين أو من شرائع الدين. بإسنادنا متصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 32 بعد 133,000، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي حمزة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس، ووفد عبد القيس كانوا في البحرين، في مدينة اللي هي دولة البحرين الوادي اللي على الخليج. قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر. وكفار مضر كانوا ساكنين ايه؟ في منطقة نجد. فاللي يروح على المدينة من ناحية البحرين لازم يمر على منطقة نجد فيها كفار مضر، بيمنعوهم ان هم يأمنوا الطريق. فكانوا يختاروا وقت الأشهر الحرم حيث يمتنع العرب عن القتال بعضهم البعض، يوم يجي الوفد عبد القيس من البحرين للنبي في المدينة. إن هذا الحي من ربيعة، يعني إحنا ننتمي إلى قبيلة ربيعة، بيعرفوا النبي بأنفسهم. بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا، يعني من خلفناه من إيه؟ من أولادنا وأهلنا في بلدنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده، يعني واحد، يبقى قال لهم أربع وعقد إيه بواحد. أول حاجة الإيمان بالله، اللي هو علمته إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، دي أول حاجة. وعقد بيده، وإقام الصلاة اللي هي خمس صلوات في اليوم والليل، وإقام الصلاة، وكلمة إقام الصلاة معناها في جماعة، يبقى أداء الصلاة في جماعة. ما قال لهمش أداء الصلاة، أداء الصلاة ممكن تصلي على أي أيها، منفرد، جماعة، في البيت، في الغيط، في الشارع. لكن لا، ما يقول لي إقام الصلاة معناها ابني مسجد وجمع الناس وأذن. شوف كلمة إقام الصلاة دي داخلة فيها كل الأوامر دي، فاهم؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني يدفعوا نصاب من أموالهم، يعني يدفعوا قدر معين من أموالهم إذا بلغ النصاب يردوه على فقرائهم، دي اسمها الزكاة، كل حول كل عام.
وإذا كان مزروع كلما إيه يجنو الحرث، يبقى زكاة الزروع مش متعلقة بالحول، متعلقة بإيه؟ بالحصاد. وآتوا حقه يوم حصاده، فلو حصل مرتين في السنة يطلع مرتين في السنة، ده زكاة الزروع. باقي أنواع الزكوات متعلقة بالحول 12 شهر هجري، فهمت؟ إلا زكاة الزروع متعلقة بالحصاد، المواسم الزراعية فقط. وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا، ما قال لهمش الحج، لأن الحج إيه إما لم يفرض بعد في زيارتهم الأولى، أو أنه قد فرض وتركه حتى يعلموا أمن الطريق، فإن أمنوا الطريق يبقى يأتوا، فهمت؟ وصيام رمضان وأن تؤدوا، شوف بقى إيه، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. لما عرف إن بينهم وبين إيه كفار مضر حروب كل شوية، يبقى بيغنموا منهم، فقال لهم وتؤدوا خمس ايه ما غنمتم من كفار مضر، تجيبوا لنا الخمس على المدينه هنا، يبقى ده الخمس هنا ايه من الدين. وان تؤدوا لله خمس ما غنمتم، اي من قتالكم لكفار مضر. وانهاكم عن، وينهاهم عن ايه؟ عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. ودي طبعا آية من آيات نبوته، لأن النبي لم يذهب للبحرين، وهذه الآنية كانت تستعمل في البحرين ولا تستعمل في المدينة ولا في أراضي الحجاز. يوم النبي يخبرهم بآنية هم بيعملوها وبيستعملوها وهو لم يذهب إليهم، فده يوقع التصديق بأنه نبي في قلوبهم، لأنه أخبرهم بالغيوب، أخبرهم بعادتهم وهو ما راح لهمش، فاهم؟ فقال لهم وأنهاكم عن، يعني عن الانتباذ في آنية الدباء. شفت المحذوف بقى ايه؟ المحذوف المقدر. وانهاكم عن الانتباذ في آنية الدباء والنقير والحنتم والمزف. والدباء آنية مصنوعة من الايه؟ من القرع، قرع العسل. عارف انت القرع، يمسك القرع كده يروح ايه؟ قاسمها نصين ويفرغ اللي فيها ويسيبها تجف ويستعملها زي الإناء. يقوم يحط عليها مية ويحط عليها شوية تمر ينتبذ فيها، دي اسمه الانتباذ، انك انت ايه تضع تمر في ماء، فيستعمل الاناء ده ويحط فيه الماء والتمر ينتبذ فيه، في بلاد شديدة الحرارة يحصل فيها تخمر يبقى يشرب خمرة. فنهاهم عن استعمال هذه الانية مخافة ان يتخمر ما فيها فيشربوا الخمر دون ان يشعروا. يبقى الايه الدباء اللي هي انية من القرع. والنقير، عارف انت النخلة ما تتقطع يتبقى اصل النخلة موجود كده، اصل النخلة لسه ايه ثابت في الارض، يقوموا يحفروا اصل النخلة دي ويعملوا اناء، يجي في اصل النخلة يروح حافرها ويخليها اناء كده ثابت في الارض، وبعدين ينظفها وبعدين يحط فيها برضو مية وينتبذ فيها. اذا انتبذ فيها مع شمس، مع الشمس اللي ضربة فيها يحصل فيها تخمر برضو، يقوم ايه يشرب خمر دون ان يشعر. فده ايه النقير، علشان بينقر اصل النخلة، ينقر اصل النخلة يعني ايه يجعله كالاناء. والنقير والحنتم، والحنتم ده عبارة عن انية خضراء كانت ايه تستعمل، نباتات خضراء يعني كده، او انية يدهنوها بلون اخضر فيسد مسمها وايه وينتبذ فيها فايضا يسرع التخمر. يبقى الحنتم آنية ايه خضراء مدهونة يعني. والمزفت اللي هي المدهونة بالزفت بقى والقار، عشان ما تنشعش اللي فيها، لان الآنية اللي من الفخار لما تحط فيها المية، المية تنشع فيها فتنقص، فهم كانوا يزفتوها علشان ايه فيسمى إناء مزفت. يبقى النبي نهاهم عن هذه الآنية، ده في اول زيارة ليهم. لما جم للنبي بقى في العام التاسع قال لهم ايه اشربوا في كل اناء ولا تشربوا مسكرا، يبقى نسخ النهي يعني، لان استقرت الاحكام عندهم وعرفوا بقى، فقال لهم انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. يبقى اول ما كانوا لسه في اول زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم ايه نهاهم عن هذا حتى تستقر الاحكام عندهم ويعتادوا ترك شرب كل ما هو مختمر.
فلما تعلموا ذلك على مدى سنوات، جون في الزيارة الأخيرة النبي قال إيه: كنت قد نهيتكم عن هذه الآنية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهمت؟ ده اسمه التدرج في الأحكام. هو جاب الحديث ده كله عشان حكاية وأداء الخمس، خمس ما غنمت، جابه في الباب هنا عشان باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نساء النبي بعد وفاة النبي ممنوعات من الزواج، كويس، خلاص لا يتزوجن بعده، يبقى معناه النفقة تستمر عليهم مدة حياتهم. فالنفقة دي كانت بتأتيهم منين؟ من الخمس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. مؤنة عاملي اللي إيه؟ المرتبات بتاعت إيه؟ الموظفين اللي كان النبي بيوظفهم. يعني كأن سيدنا أبي بكر لما كان خليفة بياخد مرتب، المرتب بتاعه بياخده منين؟ من خمس النبي. دي مؤنة عاملي، يعني عامله الذي يخلفه، كويس. يبقى لا يقتسم ورثتي دينارا على سبيل ايه؟ على سبيل التملك، لان النبي لا يترك ايه؟ ميراث، لا يورث. طب وليه الانبياء لا تورث؟ جميعا كل الانبياء لا تورث. اولا حتى لا يظن احد انهم جاءوا لجمع حطام الدنيا وطلب الشهرة والملك، فيقطع في ايه؟ في ذهن الناس هذا الاعتقاد، يبقوا دول مش اهل دنيا، لا يطلبون اجرا، وما يتركونه لا يتركونه لايه؟ لابنائهم. دي اول حاجة. الحاجة الثانية ان يعصم ابناء الانبياء ان يتمنوا موت الايه؟ ابيهم ليستعجلوا الميراث، لان من تمنى موت نبي كفر. شوف قد ايه كانه متاذي بحياته، واللي يتاذى بحياه النبي يبقى كافر. يقوم ايه؟ يقطع هذا الايه؟ الامل عندهم. يبقى تبرئه لساحه الانبياء وحمايه لابنائهم ان يتمنوا موت ابائهم فايه؟ ليرثوهم. قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، يعني نسائي اللي هم القائم على ايه؟ على النفقة عليهم. ويدخل في نساء النبي هنا بنت النبي ستنا فاطمة ايضا كان ينفق عليه. ومؤنة عاملي يعني مرتب عاملي، يعني ايه؟ الموظفين اللي بيوظفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صدقة، صدقة يقول إيه؟ لفقراء المسلمين ومساكينهم وأيتامهم وأولي القربى وغير ذلك. أدي معنى صدقة. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. يعني ايه؟ نصف صاع كده شعير ولا حاجة في الرف حطاه، هي دي اللي متروك بس في بيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دي سيدتنا عائشة. فأكلت منه حتى طال علي، فكانت تغرف منه وتخبز وتاكل، مر عليها شهر اتنين ده ما بيخلص ده ولا ايه؟ فقامت كلته فخلص، كيلته فخلص. يبقى ما تلاقي حاجة مبروكة ما تقعدش تعدها بقى، سيبها هتعدها هتخلص، هسيبها. فأكلت منه حتى طال علي فكلته، يعني كالته يعني ايه؟ أرادت أن تعرف قدر ما فيه. ففني انتهى. وعن أبي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في
بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت اليهن. طب ما هو النبي ما تركه صدقه، طب بيوته دي يخرجوا نسائهم منها عشان ما تركه صدقه؟ لا، النساء النبي يقرن على البيوت، يصلوا في بيوتهم كما هي، لا تؤخذ ولا تسلب منهم، فهمت ازاي؟ وتصير بعد ذلك صدقه. طب هم يقعدوا في الشارع، فهم؟ يبقى نساء النبي يظللن في بيوتهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسلبن مواضع إقامتهن مدة حياتهن. يعني باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. يعني إيه؟ البيت بينسب للمرأة وينسب للزوجة أيضا. يعني يقول لك لا تخرجهن من بيوتهن، قول بيوتهن دي لو بيت الزوج منسوب ايضا للزوجه، فالزوجه ممكن تقول على بيت اللي جايبه لها زوجها وقاعده معاه فيه، تقول بيتي، تنسبه لنفسها، شو لا لا ده بيت انا، انت قاعده معايا، لا تقول بيتي، ما هو بيتها، ويوم ما هتموت هتقضي عدتها فيه. وده بقى ازاي؟ ففي ناس كده لما تيجي الزوجه تقول بيتي يزعل، طب ما هو بيتها يا ابني، بيتها شرعا وقانونا وكل حاجه، بيتها. ها؟ لا ابدا، هو ما انا فاهم، هو ده بيتها فترة العدة، لكن نساء النبي ايه؟ في عدة مدة حياتهم، يبقى بيتهم مدة حياتهم، فهمت بقى ازاي؟ في نساء النبي، لكن الزوجة بيتها فترة العدة، فإن ظلت حاضنة تفضل قاعدة لحد ما ايه؟ تربي العيال، يفضل بيتها برضه. فما يصحش ايه تيجي الحما لما تيجي مرات ابنها قاعده في شقه في بيت عيله، تيجي ايه مرات ابنها تقول لها انا قاعده في بيتي، تقول لها بيتك ايه؟ ده بيتنا، ده انت اللي جايه ضيفه عندنا. في حوامات تعمل كده؟ خطا، اوعى تعمل كده الحمد، ده بيتها طالما قاعده بقى بيتها، فهمت؟ ما تعمليش كده يا حما، لان ده بيؤدي الى اغار النفوس بينها وبين زوجات إيه؟ ابنائها، وبعد كده تتب العداوة وتنتهي بالطلاق وخراب البيوت، ملهاش لازمة. ما تقول بيتي ايه يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ لزقت، ما هو بيتها فعلا، وربنا نسب البيوت الى قال لا تخرجون من بيوتهن، ده المطلقات، ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، مش كده برضو؟ باب ما جاء في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت اليهن، وقول الله تعالى وقرنا في بيوتكن. وقرنا، وفي قراءة وقرنا، قرنا وقرنا، وقرنا في بيوتكن. اللي يقولوا وقرنا ده عاصم والمدنيان، يقولوا وقرنا بفتح القاف هكذا، عاصم والمدنيان، باقي القراء يقولوا وقرنا في بيوتكن، يعني استقروا فيها، استقروا فيها وأقيموا فيها. ونسب البيوت ليهم اهو، بيوتكن، ما قالش بيوت النبي، قال لهم بيوتكن، يبقى نسبة اهو، فهمت ازاي؟ ولا تدخلوا بيوت النبي، نسبها احيانا للزوجات واحيانا نسبها للنبي، يبقى تنسب للزوجة وتنسب للزوجة، يبقى نسبها للزوجات ونسبها للنبي برضه، فهمت ازاي؟ فالرجل الزوج يقول بيتي والزوجة تقول بيتي، فهمت ازاي؟ فما فيش بقى ايه داعي للمشاكل اللي بتحصل في مثل هذا. ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وعن أبي قال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، شوف نسب البيت لي أهو، في بيتي فأذن له، لأن النبي كان يقسم بين الزوجات فيبيت كل يوم عند زوجة، فلما مرض النبي بقى انتقاله في أثناء مرضه من بيت لبيت صعب عليه، فاستأذن الزوجات ان يمرض في بيت عائشة. عائشة سنها صغير، عندها خبرة في تمريض المرضى، ومتفرغة للنبي لانها لم تنجب، فاهم؟ والنبي كمان بيستريح لها اكتر،
فالنبي استأذنهم عشان ايه؟ يمرض في بيت سيدتنا عائشة، فأذن له. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، يعني مات في بيتها وفي النوبة، يعني لو كان حتى النبي بيقسم صادف اليوم بتاعها كمان، مع أنه قاعد كل يوم عندها لكن كمان صادف يومها، وده تشريف يعني لها، بتعتبره من مناقبها يعني. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري. سحري ونحري، النحر اهو والسحر الصدر، كان النبي نايم كده على صدرها مستند عليه، بين سحري ونحري، يبقى سحري يعني صدري وزنا ومعنى، ونحري اللي هو ايه؟ منتهى الرقبة مع بداية الصدر، ده يسموه النحر. يبقى كان ايه؟ متوسدا صدر سيدتنا عائشة وقت ايه؟ خروج روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. نفس ما قال سيدنا علي عند عزاء، سيدنا علي كي يدفن السيدة عائشة سيدة فاطمة، قال نفس الكلام، توفيت بين سحري ونحري، كان مستند لها، ده على ستنا عائشة. سيدنا علي قال نفس الكلام، قال على النبي، على النبي، يبقى كان مستندا له، كان بيسنده في الفترة دي، تحتمل لو ثبت ان كده عن سيدنا علي، يبقى ربما كان بيسنده علشان ينيمه على ايه؟ سيدنا عائشة. سيدنا عائشة، وجمع الله بين ريقي وريقه، في اخر لحظة اجتمع ريق النبي مع ريق سيدتنا عائشة. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأخذته فمضغته ثم سننته به، ثم سننته به. دخل عبد الرحمن أخوها في اللحظة اللي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته، فوجد سيدنا رسول الله مع عبد الرحمن سواك، فنظر إليه، يعني كأن ستنا عائشة فهمت من نظر النبي أن النبي يريد أن يتسوك، فأخذت السواك وأعطته للنبي، فكان السواك ناشف، فأخذته عرضته بأسنانها حتى تلينه وترتبه، فاختلط بريقها، ثم أخذه النبي استكى به. ادي ايه؟ اختلط ريقه بريقه صلى الله عليه واله وسلم. فاخذته فمضغته حتى تلينه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم سننته به، يعني سوكته به. وعن ابي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين، علي بن حسين اللي هو سيدنا علي زين العابدين، ابن حسين اللي هو سيدنا الحسين، عن علي بن حسين عليهما السلام أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه رضي الله عنها أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب يعني تعود إلى بيتها بعد العشاء. يبقى سيدتنا صفية راحت تزور النبي في معتكفه في العشر الأواخر من رمضان ليلا، وما كانش لسه في مصابيح، الدنيا ظلام، فالنبي ايه؟ خرج معها ليوصلها حتى بيتها، ثم قامت تنقلب يعني تعود إلى بيتها، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة، عارف انت دكة الأغوات أو المصطبة اللي خلف المقصورة الشريفة، كان جنبها كده بيت ستنا أم سلمة في الحتة دي. فلما وصل النبي عند ايه؟ هذا الموضع، كان بيت صفية بعديه. حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد، يعني الجهة الشمالية اللي عكس القبلة بقى، عند باب أم سلمة، شوف نسب الباب البيت لأم سلمة، دل على نسبته للزوجة. هو جايب برضو الحديث ده عشان كده، يعني جايب الحديث ده عشان ايه؟ نسب البيت للزوجة. عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ. مر اتنين من الانصار والدنيا في ضلمه والنبي ماشي مع واحده ست، اتنين من الانصار السلام عليكم يا رسول الله ومشي. رسول الله قال لهم على رسلكما انها صفيه، لسه تفتكروا النبي ماشي في الضلمه مع امراه،
هو معقول الصحابة هتيجي كده؟ لا، الشيطان ممكن يجي لهم يوسوس لهم، لكن الصحابة عمرهم ما هتيجي كده. فهمت؟ شوف ازاي النبي كان حريص حتى على خلاجات ايه نفوس الصحابة حتى لا يتشوشوا من جهته بأي شبهة صلى الله عليه وسلم. فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني بالراحة شوية، بتجروا ليه؟ بتمدوا ليه؟ هو أنا في حتة عورة؟ وأنا بعمل خطأ؟ بتجروا لحسن تشوفوني هأخطئ؟ فهمت؟ مع إن هما بيعملوا كده مخافة أن يكونوا قد أحرجوا النبي، فهمت إزاي؟ لكن النبي أراد أن يبرئ ساحته تماما، لأن أي شك في هذا النبي يؤدي إلى الكفر، ما فيهاش دلع دي. مش يبقى حرام؟ لا، مش حرام، ده كفر. الحرام ممكن ايه تموت على الاسلام، انما الكفر معناه موت على غير الاسلام. فاللي يموت في قلبه شك في النبي في اي موقف من مواقفه ميت على الكفر، ولو صلى وصام. فهمت بقى ازاي؟ فالمسألة خطيرة، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه قدر خطورتها. فعلشان كده قال لهم ايه: على رسلكما. قال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال: ان الشيطان، طبعا هنا ايه اختصر، ما جابش ايه انها صفية، اختصرها لانه رواها قبل كده في ايه في حديث اخر. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني سبحان الله يا رسول الله، انا شك فيك، يعني انت فوق الشك. فهمت؟ وكبر عليهما ذلك، يعني كبر عليهم ان النبي يظن فيهم انه ممكن يشكوا فيه، زعلوا حتى، ازاي بقى احنا نشك في النبي، معقول؟ فقال: ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا، يعني الشيطان يوسوس لكم خيال كده، ولو خيال. شوف قد ايه، اياك يجي على اللسان على خيالك حتى ان النبي فيه نوع نقص، اوعى، والا هتبقى مشكله كبيره في دينك وفي علاقتك بربك. شفت قد ايه؟ لان جميع الانبياء والرسل مبرؤون الساحه، لانهم اكمل الخلق، واكملهم بقى رسول الله من باب اولى. وعن ابي قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة. نسب البيت لأخته حفصة زوجة النبي، فجايب البيت ده الحديث عشان بيت حفصة، ما قالش بيت النبي اللي ساكنة في حفصة، ما قالش كده، ده قال بيت حفصة اللي هي أخته الكبيرة. عشان كده سيدنا عمر كان يكنى بابنته حفصة، يقول ايه أبو حفص، سيدنا عمر كنيته ايه أبو حفص، لأن حفصة كانت بنته البكرية أول ما أنجب. قال: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة ومستقبل الشأن، دل على جواز ايه استدبار القبلة واستقبالها حال البول والغائط في البناء. ويبقى النهي عن استقبال القبلة في البول والغائط في الفراغ في الصحراء، فهمت بقى؟ لكن في البناء جائز. وعن أبي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، نسبها ليها حجرتها، دليل انه كان النبي يصلي العصر في اول وقته لا يؤخره حتى تصفر الشمس. وعن ابي قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فاشار نحو مسكن عائشة، نسبه لعائشة برضه، جايب الحديث عشان الكلمة دي، فقال: هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان، لان لما يبقى واقف على المنبر النبي يبقى شرقه ايه بيت عائشة، شرق النبي هيبقى بيت عائشة وهو واقف على المنبر، فاشار الى جهة بيت عائشة اللي هو جهة الشرق يعني، وقال: هنا الفتنة، يعني تأتي من قبل الشرق، من حيث يطلع قرن الشيطان اللي قبل نجد يعني،
وتملي الفتنة تلاقيها تيجي كده على مر العصور. القرامطة جم من جهة الشرق، التتار جم من جهة الشرق، المغول جم من جهة الشرق، المختار الكذاب جه اللي هو ادعى النبوة جه من جهة الشرق، محمد بن عبد الوهاب وآل سعود جم من قبل الشرق، كله جايين من قبل الشرق، كل فتنة جاية لنا من قبل ايه؟ الشرق. لحد برضو ايه؟ والوقت الإيرانيين موجودين برضو قبل الشرق وقاعدين بيهددوا ايه الحرمين، وبيهددوا وعايزين يدعشوا أهل السنة عشان يبينوا إن الحلوين من المسلمين هم الروافض، إنما أهل السنة دواعش مجرمين بيذبحوا ويقطعوا الرقاب، فعايزين ينسبوا الدواعش لأهل السنة. ده تدعيش أهل السنة دي بقى فتنة إيرانية صفوية يهودية من إيه؟ جاية لنا من قبل الشرق برضه. فهمت إزاي؟ ففي كل عصر تلاقي كل فتنة جاية لنا من قبل الشرق، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما هيظهر الدجال وينصروه هيصدروه اللي هم يهود أصفهان، وهيأتي يدخل البلاد من قبل الشرق برضه. يبقى ده صدق رسول الله. فهمت بقى؟ يعني التاريخ كله أثبت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار نحو مسكن عائشة لأنه واجهة الشرق، فقال ها هنا الفتنة ثلاثا، مش في بيت عائشة بقى، يجي لك الرافض يقول لك شوف الفتنة في بيت عائشة عشان ايه؟ ويسبوا الشيخين. لا، ده النبي بيشير الى الجهة مش بيشير الى البيت. انت يا استاذ. فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها. شوف عندها يعني نسب بيتها لها. وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، نسبت البيت لحفصة. فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه سيدتنا عائشة سمعت صوت راجل بيستأذن في بيت حفصة، بيت حفصة كان ايه؟ كان يعتبر جنوب بيت ستنا عائشة. عارف المقصورة الشريفة؟ عارف الحتة اللي هي الممر اللي الناس بتقف تزور فيه؟ او ده كان بيت حفصة، الممر اللي الناس بتمشي كده فيه عشان تقف قدام المقصورة الشريف، ده كان بيت ستنا حفصة. فسيدتنا عائشة قاعدة في حجرتها سمعت ايه راجل بيستأذن عند حفصة، فبتقول للرسول ده صوت راجل داخل عند حفصة. قال لها ده عمها من الرضاعة يا عائشة، ان الرضاعة تحرمه كما تحرم الولادة. يبقى ايه ده يسموه ايه؟ التحريم بلبن الفحل. التحريم بلبن الفحل يعني من أرضعتها تبقى أمها من الرضاعة، وزوجها الذي كان سبب لبنها يبقى أبيها من الرضاعة، وأخو زوجها وأخو أبيها من الرضاعة يبقى عمها من الرضاعة. فهمت إزاي؟ وهكذا. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته، مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. يعني يتبركوا بهذه الأشياء، يعني هذه المقتنيات النبوية الصحابة احتفظوا بها عندهم يتبركوا بها بعد وفاته، ولم يخرجوها من ملكهم حتى تصير بعد ذلك ملكا لكل الأم. دل على أن هناك من المقتنيات يجوز إيه الاحتفاظ به. فهمت بقى إزاي؟ ده المقصد الإيه الإمام البخاري في المسألة. يعني ليس كل ما كان يتملكه النبي منزوع الملكية، لا، بعضه من الأشياء البسيطة زي دي، إناء للنبي، نعل للنبي واحد احتفظ به عشان يتبرك به، شعارات للنبي، أو مثلا بعض ما كان يتبرك به الصحابة ممن كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فده كل ده فضل في بيوت الصحابة يتوارثونه فيما بينهم، حتى أنه في بيوت في المدينة إلى الآن عندهم شعارات من شعارات النبي، وعندهم إناء من إناءات النبي، بيتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.
وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين، بعث سيدنا أنس للبحرين عشان يجمع مال البحرين، يجيب له زكاة البحرين، ده سيدنا أبا بكر في خلافته، بعث أنس بن مالك وكتب له هذا الكتاب وختمه، دليل أنه استعمل ختم النبي، يبقى بقى ملكا إيه ختم النبي، يستعمله كل من ولي أمر المسلمين بعده، وختمه وكان نقش خاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين، جرداوين يعني إيه؟ منزوعة الشعر، يبقى جرداوين يعني منزوعة الشعر، لهما قبالان يعني لهما ايه خيطان او شريطان يدخلان بين الاصابع عشان يربطوا النعل في القدم يثبتوا، يسموه قبالان. فحدثني ثابت البناني بعد عن انس انهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم، دليل ان انس بعد وفاة النبي ما ردش النعلين لايه لخزانة الدولة، ده احتفظ به. فهم؟ وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، يعني محتفظة هو بكساء ملبد من 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 أكسية النبي صلى الله عليه وسلم، محتفظة به عشان يذكرها بالنبي، كساء ملبدا، وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان بن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، يعني كأن النبي توفي ولابس لبس فقراء اليمن، كان النبي لا يحب النعيم في الدنيا اللي هو بيده خزائن الأرض والجنة صلى الله عليه وسلم، إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. حتى المصريين لحد دلوقتي يقول لك انت هتلبس لبدة، يعني قماش غليظ كده، واخد بالك ده لبس الفقراء. فهمت؟ صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، القدح اللي هو بيشرب فيه انكسر، فاتخذ مكان الشعب اللي هو ايه الشرخ، يعني لما اتكسر الإناء حصل فيه شرخ كده يسموه شعب، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني كأنه ربطه بسلسلة فضة عشان يداوي الشرخ اللي حصل في الإناء، يسموه ضببه يسموه ضبط الفضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه، دليل ان انس فضل محتفظ بيه يعني كويس. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم اللي هو الدورقي قال حدثنا ابي ان الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدثه ان ابن شهاب اللي هو الامام الزهري حدثه ان علي بن حسين زين العابدين حدثه انهم حين قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه مقتل حسين بن علي، يعني وقت مقتل حسين بن علي، سيدنا الحسين قتلوه امتى؟ في سنه 61 هجري، سنه 61 هجري في عاشوراء 61 هجري، مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه، لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها، يعني بيقول لسيدنا علي زين العابدين لأنه ده الابن الوحيد من أبناء سيدنا الحسين اللي نجا من المقتلة لأنه كان مريض بصدره فجلس مع النساء فلم يقتل في كربلاء، فده الوحيد اللي رجع سيدنا علي زين العابدين، فلما قابله المسور بن مخرمة قال له إيه
هل لك الي من حاجه تامرني بها؟ يعني عايز اي حاجه اقضيها لك، لانه طبعا صعبان عليه ان هو صار يتيما وصار لا عزوه له، وجاء بعد مقتل ابيه واخوته واعمامه واولاد سيدنا الحسن، يعني 120 من ال البيت قتلوا مع سيدنا الحسين. فقال له: هل لك الي من حاجه تامرني بها؟ فقلت له: لا. فقال له: فهل انت معطي سيف رسول الله؟ لان السيف اللي كان ماسكه سيدنا الحسين وقتل ساعتها كان سيف رسول الله. فسيدنا علي زين العابدين سنه صغير، المسور بن مخرمه خايف لحسن حد يغلب سيدنا علي وياخد منه سيف رسول الله، فيقول له: ادهوني انا احفظه لك. فهم؟ فهل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاني اخاف ان يغلبك القوم عليه، لانه صغير السن يعني. ويم الله لئن اعطيتنيه لا يخلص اليهم ابدا حتى تبلغ نفسي. يعني ايه؟ يعني حافظ عليه بروحي. ان علي بن ابي طالب خطب ابنه ابي جهل على فاطمه عليها السلام، فسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وانا يومئذ محتلم. هو جايب له الزياده دي مع ان الزياده دي ما لهاش علاقه، عشان يبين لك سن المسور ابن مخرمه انه كان اكبر من علي زين العابدين. فهم؟ وانا يومئذ محتلم، فقال: ان فاطمه مني وانا اتخوف ان تفتن في دينها. تفتن في دينها يعني ايه؟ الغيره بقى، لما علي يتجوز عليها تغار، فغيرة الضرائر تؤدي إلى إيه؟ إلى عدم الإحسان لزوجها، والإحسان للزوج ده من الديانة، فأنا مش عايز بنتي تختبر هذا الاختبار، ما تتجوزش عليها يعني، ليه تحطها في اختبار؟ فهمت بقى إزاي؟ هو يبقى النبي خايف على ابنته حتى تصير لها ضرة، فالضرة تجلب فيها الغيرة، والغيرة تجعلها لا تحسن لزوجها، فهمت؟ وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، يعني في أمر دينها بالإحسان لزوجها. ولا شك أن المرأة إذا تزوج عليه زوجها بيبقى فيه مرارة إيه في نفس الزوجة جهة الزوج. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس اللي هو إيه العاص، إيه أبي العاص اللي هو إيه زوج ستنا زينب ابن خالتها الصهر ده، فأثنى عليه في مصاهرته إياه إن هو كان وفيا لزينب ولم يتزوج عليها، وأنه وفى للنبي صلى الله عليه وسلم حال كفره لما لأنه أسر في بدر مع الكفار، فلما النبي من عليه وتركه قال: أرسل إلي زينب لأنها لا تصلح أن تعيش معك وأنت كافر. وكان زينب زوجته بنت النبي، فلما راح فعلا مكة أرسل سيدتنا زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفى له بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، برغم كان يحبها حب شديد، سيدتنا زينب كمان كانت تحب إيه؟ زوجها حب شديد، إلا أن الدين فرق بينهما. فوفى له، ثم بعد ذلك أسلم وعاد إيه وعاش معه. فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. وإني لست أحرم حلالا، يعني يحل للرجل أن يتزوج على زوجتي، لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. طبعا سيدنا علي لما سمع الكلام ده طبعا حرم، ما فكرش تاني ولا في الأحلام أنه يتزوج على ستنا فاطمة طول ما هي عايشة. فلما توفيت سيدتنا فاطمة تزوج بعدها 17 امرأة سيدنا علي بن أبي طالب، لكن طول ما عايشة لا، ممنوع خلاص. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية، اللي هو محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي أخو سيدنا الحسن والحسين من إيه من أبيهم، ولكن الأم من بني حنيفة فسموه إيه محمد بن الحنفية، نسب لأمه حتى يميز بينه وبين أولاد سيدنا علي من فاطمة. فهم؟ عن ابن الحنفية قال: لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه،
يعني ذكره بسوء، يعني لانه كانوا في ناس بيتقربوا بقى للعلويين وابناء سيدنا علي ان يسبوا سيدنا عثمان. فسيدنا محمد بن الحنفية قال لهم لا، ده عمر ما علي اصلا جاب سيرة سيدنا عثمان بسوء، انتوا بتعملوا ليه كده؟ هو كونكم تنصرون معناه ان كنتوا تعيبوا في سيدنا عثمان؟ لا، ما تعيبوش، تعلموا الادب، فهمت؟ فبيقول لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه بسوء يعني ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان اللي هم ايه بيجمعوا الصدقات، فقال لي علي اذهب الى عثمان. سيدنا علي بعت ابنه محمد ابن الحنفية قال له اذهب الى عثمان فاخبره انها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون فيها. كويس، يعني خلي السعاة يتركوا هذه الابل ترعى مع بقية الابل لان دي صدقة رسول الله ما تقرب لهاش. السعاة كانوا عايزين يجمعوها وياخدوها، ياخدوا ايه؟ ما تسيبوها. وكان اللي بيشرف على هذه الامور كان سيدنا علي ساعتها، فاخبره انها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون فيها يعني بالحسنى، فاتيته بها فقال اغنها عنا، يعني راح لسيدنا عثمان بهذه الرساله من سيدنا علي انه بيقول له الكلمتين دول. فقام سيدنا عثمان قال له ايه؟ اغنها عنا، يعني ابعدها عنا، مش عايز حتى يقرا الرساله. طب ما دي حاجه تزعل سيدنا علي، بالرغم ان كده سيدنا علي لما وصل له الخبر قال له ايه؟ طب خلاص ضاع الرساله خلاص، ولا جاب سيره ولا قال سيدنا عثمان ببنت شفا. فبيقول ده لو كان هيذكر عثمان بسوء كان قال له في الموقف ده، ده عمره ما خرج منه السوء في ايه؟ في يبقى ده الادب العلوي، الادب العلوي اللي المفروض نتاسى بيه، اللي يدعوا الشيعه ان هم علويين وفي الاخر يسبوا الشيخين. فهمت ازاي؟ يبقى دول بعاد، ده سيدنا علي اول من يتبرأ منهم. فاتيته بها فقال اغنها عنا، يعني ابعدها عنا، مش فاضيين احنا دلوقتي نقرا الحاجات دي، مشغولين بحاجات تانية. لانه كان مشغول بشغل الخلافه واوامر كثيره، مش معناه بيحتقرها يعني. فسيدنا علي التمس له العذر. شفت بقى سيدنا علي مش قال ايه ده؟ هو مش عايز يقرا الرساله اللي بعتها له؟ هو بيحتقر قال البيت ولا ايه؟ ويعمل له بقى الشعب يريد تغيير النظام، ما فيش الكلام ده. قال خلاص يمكن عنده شغل تاني ومش فاضي يقراها، معلش خلاص حطها هنا بعدين نبقى نقابله ونبقى نكلمه. ببساطه كده، لانهم تادبوا بالادب النبوي والتماس العذر للاخرين. فاتيتها بها فقال اغنها عنا، فاتيت بها عليا فاخبرته فقال ضعها حيث اخذتها، شيلها في المكان اللي خلاص. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.